شيخ نادي، عشان التسلسل، فكرة ان احنا قلنا ان في ثلاث امور الانسان مش بيختار فيها: الميلاد، الموت، السؤال اللي بيتسأله، الاختبار اللي هيختبره. احنا طول الوقت بنتسأل، قلنا مرض، رزق، ايا كان رد فعلك، الإجابة بتاعتك على كل مستجدات الحياة واللي بتتعرض له هي دي اختيارك، لكن السؤال هو قدر. هنيجي نتكلم عن القضاء والقدر. العلماء عرفوا القضاء، قالوا هو علم الله المسبق بكل ما يقع في الكون وكل ما يصدر عن الإنسان. فالقضاء لا يسلبك اختيار ولا يعزز فيك اختيار. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة الفهم والإدراك، فمن جملة ما ينبغي أن يدرك ومن جملة ما ينبغي أن يعني يفهم فهما جيدا هذه القضية التي نحن بصدد الحديث عنها، قضية القدر. ويعني لو عدنا نتكلم من هنا لحد السنة الجاية لن نصل إلى هذه الحقيقة العظيمة، لأن القدر فيه جزء منه ينبغي أن نتحدث عنه ويباح لنا أن نتكلم فيه، صح. وفي جزء لا ينبغي أن نتكلم فيه، وهذا الذي قال عنه النبي أمسكوا الكلام عنه، يعني حكمة بالغة مش هنوصلها. نعم. لذلك قال بعضهم سر الله فلا تتكلف عن القدر، سر الله فلا تتكلف. وهنا يحضرني أن أذكر تعريف يعني جامع مانع لكلمة القدر لسيدنا الإمام الشافعي. أنا ذكرت أن القضاء، حتى يستفيد السادة المشاهدين، القضاء بخلاصة بسيطة لغة وشرعا الخلق، فقضاهن سبع سماوات خلق. والقدر من جملة التعريف التي تعرض لها سيدنا الإمام الشافعي، قال أبيات، وإن كانت هي أبيات شعرية إلا إننا سنبسطها. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ. يعني يا رب ما شئت سيكون وإن لم أشأ أنا كإنسان، وما شئت أنا إن لم تشأ يا ربي لا يكون. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لا يكون. خلقت العبادة إلى آخر الأبيات التي قالها. قال ثم قال: على ذا مننت وذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. هذا الكلام خلاصته أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة، ومشيئة الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل ولا يحدث لها يعني حادث، لأن الحدوث أمارة من أمارات الخلق. لذلك إحنا عندنا كلام بسيط قوي: الله يغير فينا، يغير يحدث فينا التغير، منا الفقير ومنا الغني، ومنا صاحب العافية ومنا مسلوب العافية، ومنا الكذا ومنا الكذا، يغير يحدث فينا التغير، وهو لا يتغير، يغير ولا يتغير. إذن فهموا كلمة المشيئة أو التقدير بهذه الطريقة، وأن الإنسان يكتسب الفعل اكتسابا، يكتسبه اكتسابا بتوجيه قلبه له، هذا الأمر يريح الإنسان، إنه كل شيء الله خالق كل شيء. طيب شيخ نادي، إحنا في كمان كان معنى من المعاني اللي ذكرت في القضاء والقدر، يعني احنا خلينا نشرحها فعلا بالشكل الدائري كده عشان نبسط الموضوع. قلنا ان القضاء شيء مكتوب في علم الله، ربنا سبق علمه انت هتتصرف ازاي وهتختار ازاي. القدر هو وقوع الشيء ده على ارض الواقع. فقالوا من ضمن المعاني ان ممكن الانسان يبقى ليه كذا قضاء، بمعنى وهديناه النجدين، انا هيبقى ليه قضاء انا هختار الطريق الشر فهتصرف في الموقف ده بالشكل الفلاني، ده اتكتب، ولو اخترت الطريق الخير في نفس الموقف ده برضو مكتوب. الاثنين قضاء اتكتبوا لنفس الانسان. القدر اللي هو اختياره اللي ربنا عالم مسبقا هو هيختار ايه فيهم، ده بقى خلاص الارض الواقع، ده اللي اتنفذ وده اللي اتحط، وقالوا ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. هو العلماء يذكرون شيء يعني من باب البيان ومن باب التوضيح. هناك قضاء مبرم وهناك قضاء معلق. قضاء
قضاء مبرم, مبرم وقضاء معلق حسم فيه الأمر. لا يتغير. هذا الذي يعني نكثر الكلام فيه, أنه مشيئة الله, مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تتغير. القضاء الذي قدره الله في الأزل, في الأزل لا يتغير ولا يتبدل, لا بدعوة داع ولا بصدقة متصدق ولا بصلاة مصل. هذا الذي نقول عنه القضاء المبرم, زي الميلاد مبرم. وهناك قضاء معلق في صحف الملائكة, يعني من باب الترغيب, إن دعوت الله يا فلان سيحصل لك كذا, إن وصلت الرحم سيرزقك الله بهذا الرزق, إن فعلت كذا سيحدث لك كذا, حسب أخذك بالأسباب. نعم, والإنسان يفعل ويرزق, ومكتوب في الأزل أنه يفعل كذا ويرزق بكذا. فالموجود في القضاء المعلق هذا من باب الترغيب. لذلك نحن عندنا آية, بعض الناس يفهمون فهما خاطئا, يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. البعض يفهم أن مشيئة الله الأزلية تتغير وتتبدل, والقضاء المبرم يتغير ويتبدل. لا, هذه الآية خاصة بالقضاء المعلق اللي احنا اتكلمنا عنه الوقت, بالقضاء المعلق في صحف الملائكة, كتب مع الملائكة مكتوب فيها إن فعل فلان كذا سيحدث له كذا, وعنده أم الكتاب في اللوح المحفوظ أنه سيفعل كذا. هذا فهم وجيز لمعنى كلمة القضاء المبرم وكلمة القضاء المعلق. توضيح مهم قوي. لما جينا عملنا قبل كده حلقات وكلمنا عن الملائكة ودورهم, قضية مثلا زي ما ربنا بيدينا نفحات خلال السنة, نيجي نقول يوم عرفة هيتغفر لك سنة فاتت. نعم. ده من القضاء المبرم, انت صمت اليوم ده فاتغفر لك سنة, فلسه ما بتبقاش اتعرضت الأعمال زي ما بنقول في ليلة النصف من شعبان مثلا, بتتعرض الأعمال على ربنا. فهي دي اللي تقال فيها القضاء المعلق يا شيخ نادي, صح كده؟ لذلك احنا عندنا, هقول لك بالضبط, عندنا دعاء كثيرا ما نردده في ليلة النصف من شعبان, وهيجاوب على النقطة اللي انت تكلمت فيها الوقت. دائما يتردد على ألسنة البعض, وهذا الحديث ورد بصيغة التمريض, بصيغة التضعيف, يعني عشان محدش يستدل به. يعني بعض الناس يقولون قال الرسول, وأنا سألتزم بقول الرسول يقول ذلك. الرسول يقول إن كنت كتبتني عندك شقيا أو محروما أو مقترا علي في رزق فامحوا الله, الشاهد فامحوا الله شقاوتي وتقتير رزقي, إلى غير ذلك. كلمة المحو هنا لا ننزلها على القضاء المبرم, يعني ما ينفعش نقول ده المبرم, ده المبرم, القضاء المبرم هيتغير بالدعاء ده, وأصلا الدعاء ده أصلا ورد بصيغة التمريض, يعني الصحيح أن لا يقال بهذه الطريقة, والأفضل أن لا يقال بهذه الطريقة. بس إحنا بنفهم منه يعني. بنفهم منه. وإن أردت أن تنزل الدعاء فأنزله على القضاء المعلق, تمام, اللي هو إيه, اللي هو في صحف الملائكة الذي قد يحدث فيه تغيير وتبديل, إن فعلت كذا سيحصل, إن لم تفعل لا يحصل, وبالنهاية وعنده أم الكتاب, أي عنده أمر ذلك كله في اللوح المحفوظ. يعني خلينا نقول يا شيخ نادي, لما نيجي نتكلم ان ثلاث حاجات اساسيه ربنا الانسان مش مدي للانسان فرصه انه يختار فيها, الميلاد والموت والسؤال اللي بيتساله. نعم. ممكن يكون السؤال اللي بيتساله الانسان ده من القضاء المبرم, ان هو هيتسال في اختبار في الرزق, هيتسال في اختبار في الصحه. صحيح. الاجابه هي اللي ممكن تكون معلقه, اللي هو يعني يا رب قدرني ان انا اتحمل ده, ان يحصل لطف في القضاء ده. فكل ده اللي هي يعني المسؤول عنه الإنسان, لكن المهام اللي هو المنوط بيها إن هو الإجابة اللي هيجاوبها. المهام أن يصبر وأن يتوجه إلى الله, أن يخفف عنه السؤال دائما. اللهم يسر سؤالي, يمن كتابي ويسر سؤالي, إلى غير هذه الأدعية التي تعينه. احنا هنقف عند قصة الدعية التي تعينه في قضية لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم. هنا في حاجة مهمة جدا, احنا متخيلين طب هو فين يا رب, ما أنا بدعي والقضاء نزل هو وما حصلش حاجة. لازم نوضح بإذن الله حضرتك توضح لنا ده, إن في ثلاث حاجات مهمين جدا, مش أي دعاء هيغير قضاء, لازم في شروط التزام الدعاء اللي هو بناء عليه يتحقق. أول شرط فيه ما يبقاش في تدخل في ثوابت وشؤون الله, زي ما حضرتك قلت القضاء المبرم, وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إن أردنا أن نبين هذا الحديث فينبغي أن نقول أولا
أن هذا الحديث يراد به القضاء المعلق عشان نفهم كويس بالضبط. لا يرد على القضاء أول جزء. لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني القضاء المعلق مش القضاء المبرم، لأن القضاء المبرم خلاص ثبت ولا تغيير فيه ولا تبديل. بالضبط. نعم نحن أمرنا أن ندعو، أدعوني أستجب لكم. وفي حديث آخر الدعاء مخ العبادة، سلاح المؤمن الدعاء، لكن مع اعتقادنا أولا أن مشيئة الله سبحانه وتعالى وتقدير الله لا يتغير ولا يتبدل، هذا أول شيء. أول حاجة، وربنا رد على سيدنا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم، هذا أول شيء. تمام. ثم الشيء الثاني انتقاء الألفاظ، وإن كانت بسيطة مش لازم يبقى فيها سجع ويبقى فيها تكلف، لا، انتقاء الألفاظ البسيطة التي ليست فيها مخالفة شرعية، ليست فيها مخالفات، لأن بعض الناس قد اعتاد على أدعية معينة فيها أخطاء، أخطاء كثيرة قوي، فلازم نعيد النظر في الألفاظ التي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. إذ كيف أقبل على الله وأدعو الله ولسان يتلفظ بكلمات ربما تكون مخالفة للعقيدة؟ ودي من أداب الدعاء طبعا. نعم. في قضية تانية، نقطة تانية من النقاط الأساسية يا شيخ نادي، طبعا في نقاط كتيرة بس احنا بنتكلم على الثلاث أساسيات. أول حاجة زي ما حضرتك قلت ما يبقاش قضاء مبرم. نعم. اللي هو مش بندعي في ثوابت، يعني يا رب ده ميت احيهولي. نعم. لا، في حاجات خلاص ربنا كتبها. الحاجة التانية الأخذ بالأسباب، إن الدعاء مش هيتفعل لو احنا مش واخدين بالأسباب. الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر في غاية الأهمية، الله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، من جملة السعي ومن جملة الأسباب التي ينبغي أن نأخذ بها أن ندعو الله سبحانه وتعالى. ولا تدعو بإثم، ولا تدعو بقطيعة رحم، تدعو الله سبحانه وتعالى بما فتح الله عليك، وأنت هذا شرط، وأنت تتكسب المال الحلال. إذ كيف تدعو الله وملبسك حرام ومأكلك حرام ومشربك حرام؟ النبي قال فأنى يستجاب له في الحديث. أيوة. لما قال رجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء قائلا يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فدي بديهيات استجابة الدعاء. هذه أمور قواعد أساسية، أنا بدعي ربنا ليه ربنا ما يستجيبش؟ فتش في ذاتك، فتش في مالك، فتش في نفسك. النقطة الثالثة يا شيخ نادي الأساسية اللي احنا ما بت يعني اللي هو علشان يتحقق فكرة لا يرد القضاء إلا الدعاء، مسألة إن وإحنا بندعي يبقى تحت إطار الثقة الكاملة في الله، إن اللي أنا هدعي واللي أنا هدعي يا شيخ نادي مش شرط هيتحقق أنسب حاجة فيه، ما أنا ممكن أدعي مش حاجة شر وهي أنا فاكرها خير. فهي القضية إن أنا لازم أكون إن مش فاهم إني واثق في الله مش هيتحقق غير الأنسب والأخير. ثقة الإنسان في ربه مع حسن ظنه وصدق توكله يريح الإنسان. أنا دعيت ربنا، طلبت من ربنا، لكن ربنا ما استجبش، والحمد لله المأكل حلال والمشرب حرام. بالزبط. والمشرب حلال وكل شيء يعني تمام تمام، ما تغيرش. نعم. القضاء، لكن الله ما استجاب لي. هذا الأمر قد يعني يجعل الإنسان يعيش في اضطراب، ما لا أعمل إيه عشان ربنا يستجيب؟ لا، ليس بهذا المنطق اللي أنت فهمه. الله قد يؤخر الاستجابة لحكمة يعلمها هو، وإذ به يعطيك شيء آخر يبهر عقلك ويذهل عيناك. يعني اللي أنت كنت طالبه حاجة صغيرة وطريق معين أنت كنت عايز تمشي فيه، وإذ به الله يفتح أبواب كتيرة قوي ويعطيك أشياء تذهل العقول. وهنا الحكمة البالغة اللي مش هنوصلها بقى، اللي هو القدر اللي مش هينفع نستوعب أبعاده، زي سورة الكهف والابتلاءات اللي حصلت فيها، اللي حصل لهم المواقف دي وما يعرفوش ليه الغلام مات وليه الجدار اتهد. صحيح. إحنا اللي وصل لنا المعاني. إذن صدق التوكل على الله والثقة في الله وحسن الظن بالله، مع إنه ربنا سبحانه وتعالى قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يعني أنت بتظن يا ضعيف يا مسلم يا إنسان، بتظن أنك يعني اختيارك هو الأمثل والأفضل ويعني ما فيش غيره، لا، اختيار الله أفضل من اختيارك لنفسك. طيب كل المعاني الرائعة دي يا شيخ نادي هتوصلنا لسؤالنا النهاردة، لما أنا
اجي بكون خلاص ربنا قايل لنا مثلا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وفي النهايه النتائج اللي انا اخترتها او سعيت ليها واخدت بالاسباب بما يرضي الله ما اتحققتش، يبقى انا فين قضيه ان انا اختياراتي فين؟ فين هنا ان الانسان مخير؟ في ايات بترد على السؤال ده يا شيخ نادي وحضرتك توضح لنا، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الاثنين تيسير لليسرى وللعسرى، لكن انت اللي بتختار، واختيار ربنا، ربنا عالم بقى كواليس زي ما بنقول كده اختياراتك، فربنا بيدبر لك افضل الاختيار، يا تيسير لليسرى يا تيسير للعسرى، لكن انت الاساس اللي بتختار. هذا الكلام شرحه رسول الله عندما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل ميسر لما خلق له. وهذه الايات التي جاءت في مطلع سوره الليل، فاما من اعطى، أعطى المال وأعطى من وقته وساعد الناس، أعطى واتقى خاف الله وصدق بالحسنى، الحسنى الجنة، صدق وكل منهج الله وقوانين. نعم، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. العكس الضد، وأما من بخل، يعني ما أعطى لله وبخل وأمسك، وأما من بخل واستغنى وكذب، استغنى عن الله وقوانينه، وكذب لم يصدق بهذه القوانين وبوجود الجنة، فسنيسره للعسرة. تكملة لهذا أنه الإنسان ليس معنى ذلك أنه ليس له اختيار، هو اختار من البداية، هو اللي اختار. نعم، أن يصدق بالحسنى أو يكذب. الإنسان اختار، واختياره معناه الكسب، يكتسب الفعل اكتسابا، والكسب معناه صرف أو توجيه القلب نحو الفعل. والله سبحانه وتعالى هو من يخلق فيه الفعل، يخلق الطاعة أو يخلق المعصية، يخلق الإيمان أو يخلق الكفر، يخلق الخير أو يخلق الشر، إذ كل ذلك هو بخلق الله. لكن تأدبا مع الله نحن نقول الخير من الله والشر من أنفسنا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني اللي نختم بيه يا شيخ نادي فكرة أن ربنا بيدبر لك بناء على اختيارك مش بيختار لك. فالقضية لما نشوف أن تلاقي ربنا بيسر لك ناس تدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين أمنوا. نعم، علموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ولله جنود السماوات والأرض. يعني فكرة ما نعرفش وما يعلم جنود ربك إلا هو، كل دي وسائل ربنا بيدبرها لك بناء على اختيارك من البداية. نعم، فده معنى مهم جدا علشان ما نتكلش على فكرة أنا كده كده مسير، أنا ماليش اختيار. فده كان مهم جدا توضيح المعاني. نحن الحمد لله اتفقنا على نقطة يعني في غاية الأهمية، أنه بعض الناس يقولون كيف شاء الله الكفر للكافر ثم يعذبه. قلنا لهم الله ليس معنى أنه شاء، ليس معناه أنه أمر، ثم الله سبحانه وتعالى له أن يعذب العباد بالملك، الله يملك كل شيء، له التصرف في كل شيء، وبالنهاية الله أعطى لنا اختيار، وعلى حسب هذا يجازينا ربنا سبحانه وتعالى، فإما إلى الجنة نسأل الله أن نكون منها، وإما إلى الطريق الآخر نسأل الله أن ينجينا، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ نيدي، شكرا جدا لحضرتك ولمعانيك السلسة الجميلة. الله يبارك فيكم. ربنا يبارك في حضرتك.